يتلو فيها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي ما يتيسر له من سورة الزخرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف وأنتم فيها خالدون. الأخلاء
وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تخبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها كثيرة منها تأكلون جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون
لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم برموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا السماوات والأرض رب العرش عما يصفون أم برموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نعلم سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء وفي الأرض
وهو الحكيم العليم. وهو الذي في السماء وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء فاصفح عنهم وقل سلام وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.